نهاركم سعيد. اليوم نحن كنا على موعد مع سعادة مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري السيد بربيري، اللي اجى مكلف من قبل اللجنة الطوارئ الغذائية. اجتمعنا نحن وياه، بحثنا نقطتين. أول نقطة بحثنا السياسي اللي نحن طالبينها لمجلس الوزراء لتنرفع هالأسبوع هذا لخلال 3 سنوات إنتاج قمح طري، قمح قاسي، حمص، شعير، فول وعدس، لنوصل ل 72,000 طن قمح طري و 24,000 طن قمح قاسي. رح نوصل ل 8,000 طن شعير و 4,000 طن حمص و 7,000 طن عدس و 800 طن فول. يعني اجمالا رح يكون في عنا بحدود ال 130,000 طن من المواد الغذائيه اللي هي جزء اساسي من الامن الغذائي. نوعنا هالامور هيدي لحتى يضل في تشكيلي وتنوع بين المواد الغذائية اللي بيستهلكها الشعب اللبناني. النقطة الثانية، نزلنا نحن وسعادته كشف على المستودعات اللي عندنا، واعجب بالمستودعات اللي تصميمها متين جدا وتصميمها مرتب، واعجب بنظافتها وصيانتها وكل شيء فيها 100% صح وبواسعتها وضخامتها. واكدنا له انه نحن الثمان مستودعات الموجودين عندنا، إضافة لمستودع تاسع فينا نأهله اللي هو مستودع بأسفل مبنى جديد فينا نأهله للقمح، كله رح نحطهم بتصرف وزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر والسكري لتخزين قد ما فيهم كميات من القمح. ممكن توصل ل 200,000 طن قمح بالكياس بدون مقابل. كما انه نحن اذا كان في معوقات قدام الموضوع، قلنا له نحن بنساعد بآلية التحميل والتفريغ، لانه عندنا العمال وعندنا الاقشاط وعندنا خبره بالتحميل والتنزيل. ان شاء الله خلال الايام القادمه يتم شراء قمح، عم ينحكى ب 50,000 طن. نحن ال 50,000 طن اذا وصلوا الليلي فينا نستوعبهم، وفينا نستوعب لنوصل لل 200,000 طن من هلأني ليكون في عندنا احتياطي قمح. علما انه الخطة اللي ماشيين فيها اذا وافق عليها مجلس وزراء، عندنا مستودع خاص لنا فينا بيتربل لنخزن البزار المؤصل لنستمر بهالخطة هيدي. بتمنى انه تقبل وزارة الاقتصاد تخزن عندنا مجانا، وانه يقبل مجلس وزراء خطتنا بالسياسة الاقتصادية للأمن الغذائي لسنة 2025.